أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة الشطرنج الخالد. هنشوف أبطال من العصر الرومانسي وبتوالي الزمن بدأت الدراسة تمتزج فيها مع المتعة، ثم وصلنا في نهاية القرن العشرين إلى العصر اللي تقدم فيه الشطرنج كثيرا حتى وصلنا إلى العصر الحالي. وفي خلال هذه المسيرة الحافلة ظهرت أدوار سماها النقاد بالأدوار الخالدة، وأنا جمعت هذه الأدوار ووضعتها في هذه السلسلة اللي بتمتزج فيها الدراسة مع المتعة والإكروبات الشطرنجية. استعد حترى شطرنج لم تراه من قبل. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك، وتذكر شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. أريد أن أضيف ملاحظة إن بعض المشاهدين يفضلون الدراسة مع المتعة، بينما آخرين ربما يريدون المتعة فقط، ولذلك يمكنهم بالمؤشر أن يتجاوزوا الجزء الأول من الفيديو إلى الجزء الذي يبدأ فيه الالتحام وتحدي الأفكار، وستتعرف عليه عندما ترى الرقعة قد أصبحت محاطة بإطار أحمر. سلسلة الشطرنج الخالد فيديو رقم 36، نقدم فقر الشطرنج الهندي والمهرج الجديد براجانا نانداها. أصغر جراند ماستر حاليا راميش هبابو براجانا نانداها. في نهاية ديسمبر 2013 كنت موجود في دولة الإمارات في مدينة العين لحضور بطولة العالم للناشئين كرئيس للوفد المصري، ولفت أنظرنا جميعا صبي هندي فاز ببطولة العالم للبراعم تحت 8 سنوات، لكن الغير عادي وغير معقول هو نتيجته وهي 11 نقطة من 11 دور، وده اللي أهله للحصول على لقب أستاذ اتحادي FM. وكان الصبي الصغير يتصدر عناوين الأخبار، وعجزت مقاطع المتناهية في اسمه عن تثبيت العديد من الصحفيين حتى عن محاولة نطق الاسم، ولكنهم عرفوا انهم سيضطرون الى ذلك ان عاجلا او اجلا، لان هذا الصبي الصغير كان يعيد كتابة التاريخ بارقام قياسية جديدة، واضطروا الى الاشارة اليه بالاسم الصغير براج. وفي يوليو 2016 صدرت اخبار هذا الصبي الهندي الصغير عالم الشطرنج وعمره 10 اعوام، واصبح اصغر استاذ دولي IM في العالم على الاطلاق. وبكل دقة كان عمره 10 سنوات و10 أشهر و19 يوما. وتوالت إنجازات الصبي الهندي الصغير عندما فاز بالنورم الأول لجراند ماستر في بطولة العالم للناشئين في نوفمبر 2017، والنورم الثاني بعد فوزه ببطولة ذكرى فيشر في اليونان في أبريل 2018. وفي الأسبوع الماضي انتهت مسابقة جريدن المفتوحة لعام 2018، وهي بطولة قوية تقام في أورتيساي في إيطاليا، وهذه البطولة معدل تقييمها 2198، واشترك فيها 81 لاعب من 21 دولة، منهم 42 لاعب يحملون ألقاب مختلفة، ولذلك تعد هذه البطولة وجهة ممتازة للباحثين عن نورم الألقاب. وهذا هو بالضبط السبب الذي اشترك من أجله بطلنا براجا وحقق النورم الثالث والأخير ليصبح ثاني أصغر جراند ماستر في التاريخ حتى قبل أن تنتهي الجولة الأخيرة من البطولة. وبما أن براج ولد في 10 أغسطس 2005 ووصل إلى تحقيق نورم جراند ماستر في 24 يونيو 2018، فإنه أصبح جراند ماستر في سن 12 سنة وعشر أشهر وأربعتاشر يوم، وهذا يضعه في المركز الثاني كأصغر جراند ماستر في التاريخ بعد الأول الروسي سيرجي كارياكين. ولكن هناك الكثير من الأصدقاء ربما يسمعون هذه المصطلحات التي قلتها لأول مرة، ولذلك أقدم لكم باختصار كيفية الحصول على الألقاب. أولا، هذه الألقاب يمنحها فقط الاتحاد الدولي للشطرنج، وهي عدة ألقاب أشهرها أستاذ اتحادي FM وأستاذ دولي IM وأستاذ دولي كبير GM، وهو ما نطلق عليه جراند ماستر. وشروط الحصول على هذا اللقب
تتغير كل عدة سنوات، ولكنها بصفة عامة تتحقق بواسطة تحقيق معدل معين من الأداء للبطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي. والبطولات تتعدد مستوياتها حسب متوسط تقييم المشتركين وكذلك عدد من يحملون ألقاب ويشتركوا في هذه البطولة. وسأقول بعض الأرقام التي ليست دقيقة ولكنها تؤدي إلى فهم هذه الآلية. فمثلا بطولة متوسط تقييمها 2400 ويشترك بها 10 جراند ماستر، عندما يصل أي لاعب للحصول على 60% من النقاط المتاحة يحصل على نورم جراند ماستر. بينما بطولة متوسط تقييمها أقل مثلا 2300 ويشترك بها عدد أقل من الجراند ماستر مثلا 5، يكون وصول اللاعب إلى 80% من النقاط المتاحة هو نورم للجراند ماستر، ويتم منح اللقب رسميا بمجرد تحقيقه. وبالنسبة للجراند ماستر بالذات تحتاج إلى تحقيق 3 معدلات أو 3 نورمات جراند ماستر، والذي قلنا إنه معدل أداء في أحد البطولات المعتمدة، وبراجة ضمن النورم الثالث والأخير بعد تحقيقه نتيجة 6.5/8 في بطولة جريندن بغض النظر عن نتيجة الدور الأخير. وسأنهي هذا الحديث ببعض المعلومات. إن معظم الأساتذة الدوليين لديهم تقييم بين 2400 و2500، أما إذا تصاعد التقييم بين 2500 إلى 2700 فإنه يضع اللاعب في فئة جراند ماستر، بينما اللاعبين الأعلى من تقييم 2700 ينظر إليهم كمرشحين لأبطال العالم. ولذلك ربما نسمع عن جراند ماستر غير رسمي مثلا لديه نورم واحد وينتظر تحقيق النورم الثاني والثالث، وهذا الذي حدث مع بطلنا براجا الذي حقق النورم الثالث في بطولة الجريدن يوم 23 يونيو قبل انتهاء البطولة بيوم، ولكن اللقب اكتسب بعد انتهاء البطولة وصدور النتائج الرسمية النهائية يوم 24 يونيو. ودلوقتي هقدم لك قائمة بالعشر الأوائل في قائمة أصغر جراند ماستر حاليا، وأرجو أن تلاحظ أن كارياكين الأول وبراجا الثاني بينها ماجنوس كارلسون في المركز الخامس. وآدي القائمة اللي بنلاقي فيها اسم اللاعب ودولته والعمر اللي أخذ فيه هذا اللقب وسنة الميلاد، ومنها هنعرف ان بطلنا براجاندانداها من دولة الهند وحصل على لقب 12 سنة و10 شهور و14 يوم، وهو من مواليد 2005، وده اللي بيجعله اصغر جراند ماستر حاليا ولكنه في المركز الثاني تاريخيا بعد سيرجي كارياكين الروسي. وماجنوس كارلسون النرويجي بطل العالم الحالي بيحتل المركز الخامس ب 13 سنة و4 اشهر و27 يوم. وعاوزين نلاحظ دخول دول لم نراها من قبل وهي مثل الهند والصين، وهذه الدول لم نكن نراها، كنا نرى فقط روسيا وانجلترا وامريكا والدول المشابهة. ودي قائمة بأصغر جراند ماستر حدثت تاريخيا منذ سنة 1950، وهي السنة اللي بدأ فيها منح الألقاب، وكان أصغر لاعب يحصل على لقب جراند ماستر هو ديفيد برونشتاين من روسيا وكان عمره 26 سنة. وكان في حوالي 4 لاعبين حصلوا على لقب أصغر جراند ماستر وحصلوا في النهاية على لقب بطل العالم، منهم الأرميني بتروسيان والروسي بسباسكي والأمريكي الشهير بوبي فيشر وكذلك رسلان بوناماريوف من أوكرانيا. وفي هذه القائمة بتوجد فتاة واحدة وهي جوديت بولجار الأعجوبة، وهي من دولة المجر وحصلت على اللقب وعمرها 15 سنة و4 أشهر. وفي عالمنا العربي يوجد حاليا حوالي 10 جراند ماستر على ما أتذكر، ويتصدرهم البطل المصري باسم أمين الذي وصل تقييمه إلى حوالي 2700. وبعد هذه المعلومات هيا نرى الدور التاريخي الذي حصل فيه بطلنا براجا على النورم من لقب الجراند ماستر، وهو يلعب بالأبيض أمام الأستاذ الدولي الإيراني جولامي. يلا نشوف الدور. نايت اف 3 دي نقلة بيلعبها الأبيض اللي بيطلب أن يخش في أحد الافتتاحيات ولكن بحذر حتى لا يفاجأ بدفاع لا يريد الدخول فيه، ولذلك بيلعب نقلة انتشارية عادية وبينتظر رد الاسود، والاسود رد بنايت اف 6. وهنا براجا كان بيلعب عادة النقلة جي 3
لكن في هذا الدور اللي بيسعى فيه لإحراز نورم جراند ماستر لعب C4 الافتتاح الإنجليزي، ويبدو إنه هيعتمد الحذر في هذا الدور، بينما الأسود كمل بتفاؤل B6 وهينشر الفيل عن طريق الفيونكة، G3 والأبيض كذلك، بيشوب B7 بيشوب G2، وهنا الأسود لعب G6 والأسود هيلعب بالفيونكة المزدوجة، وده معناها إن عاوز يلعب دور هجومي، وبراجة رد G4 وبعد بيشوب G7 كسل. الأسود نشر الفيلين بطريقة الفيونكة، وده زي ما احنا عارفين بيسمى النظام فوق الحديث. اللاعب لا يعتمد على احتلال الوسط بالبيادق، وإنما بيكثف ضغطه على البيادق المنافسة، وفي الوقت الملائم بيلعب بادئ الوسط وبيحاول يدمر الوسط المنافس. على اي حال يبدو ان الاسود بيلعب بطريقة متفائلة، وهنا عادة الابيض بيلعب نايت C3 وبيكمل التفريع نايت E4 نايت E4 بيشوب E4 بيشوب E3 D6 كوين D2. الابيض عاوز يلعب البيشوب H6 ويتخلص من الفيل الفيونكة، ويضع الوزير بجانب الملك المبيت، بينما الاسود بيحضر للعب النقلة D5 ومهاجمة الوسط الابيض، والموقف على اي حال متعادل بين الطرفين. لكن براجا ما لعبش النايت C3، انما لعب فورا النقلة D5 وبيغلق الطريق على الفيل وبيحضر للعب النايت C3، لكن الاسود بادر بالنقلة نايت E4 بيلعبها قبل الابيض ما يلعب النايت C3، وفي نفس الوقت بيمنع النايت C3 لانه هياخد مرتين على المربع C3 وهيفوز ببيدق. وهنا التفريع المعتاد ان الابيض بيلعب كوين C2 طالب الحصان اللي بيتم دعمه بF5، وربما الابيض يلعب النايت C3. على اي حال براجة ملعبش النقلة المعتادة كوين C2، انما لعب نقلة غير مشهورة وهي نايت D2 طالب ياخد الحصان الغير محمي، والاسود من المفترض ان بيكسر على مربع D2، وبعد كوين تيكس D2 بيلعب نايت A6 والحصان في طريقه للمربع الفاخر C5، ولكن الاسود ما اخدش على المربع D2 انما لعب النقلة نايت C5، والنقلة دي اول مرة نراها في مثل هذا التفريع، وبراجة كمل بنايت B3 وبيهدد الحصان مرة اخرى، والاسود لعب A5 على اساس ان هينشر الحصان عن طريق المربع A6 ويحتل المربع الفاخر B4، او ربما يكسر الحصان وحصان A6 يجيء للمربع C5، وبالرجاء كمل نايت C3 D6. الاسود يبدو انه وجد ان الفيل ليس له مستقبل على الوتر الطويل، ولذلك بيحضر للعب البيشوب C8 وخروج الفيل عن طريق الوتر المعتاد، وبالرجاء كمل نايت D4، والحصان بيسيطر على المربعات البيضاء، وبذلك بيؤجل وصول الفيل الى المربع C8، والاسود كمل كوين D7 E4 E5 طالب الحصان، وبيدفعه ان يذهب للمربع B5، والحصان احتل مربع قوي لان لا يوجد امكانية للعب الـ A6 او حتى الـ C6 وطرد الحصان من هذا المربع، والاسود كمل نايت A6 وفي طريقه الى المربع B4، لكن الابيض لعب ببساطة A3 وبيمنع الحصان من احتلال المربع، وبذلك تم اغلاق اللعب في جناح الوزير، والاسود اتجه الى جناح الملك ولعب F5، ويبدو انها بداية للهجوم في جناح الملك، ولكن يبدو ان الاسود بيلعب بتفاؤل شديد ولابد ان يلتزم الحذر قليلا. على اي حال براجة كمل بالنقلة الحذرة F3، ودي ربما لا تتناسب مع روح براجة اللي له ادوار كثيرة تكتيكية رائعة، وخاصة في الجولة الرائعة لانه تحفة فنية تكتيكية، ولكن في هذا الدور بيلعب بحذر ونقلات كلها استراتيجية، ولو كان عاوز يلعب لعب هجومي كان بدلا من لعب الاف 3 وربما تكون التكملة E takes F5 G takes F5، وهنا يقدر يلعب النقلة بيشوب F3، ولو الاسود كمل بE4 يتراجع بالفيل للمربع E2 والابيض له الافضلية.
لكن على اي حال برغم ما اخدش على المربع F5 انما لعب بحذر النقلة F3، وهنا الاسود اخطأ بلعب F takes E4 وبكده بيقلل الضغط في الوسط، وده ليس في صالحه، وربما بدلا من التكسير ممكن يلعب النقلة F4 ويبدأ يضغط على بيادق جناح الملك الابيض مع التكملة بالنقلة Bc8 مثلا، بعد Qg2 يكمل Bg5، واذا الابيض كمل Bb4 طالب الحصان بيتراجع بالحصان، لكن في نفس الوقت بيحضر للنقلة Qe8 والوزير في طريقه للمربع H5 ويبدأ الهجوم الاسود. لكن الاسود ملعبش النقلة F4 انما لعب F takes E4، ودي نقلة سيئة لانها هتفتح العمود F امام براجا ولعب F takes E4 والعمود اتفتح والفيل الاسود مازال مدفون وراء البيادق، والابيض حسن موقفه اكتر واصبحت له الافضلية، وهنا الاسود كمل Rook takes F1 check. وفي الدور براجا اخذ بالملك، لكن دي مش افضل نقلة، وربما كان من الافضل ان ياخد بالفيل، واذا الاسود كمل ب-A4 على اساس ان يجي بالحصان في المربع ب-3 الابيض يرد ببساطة Knight takes A4 ويطرق بيدق ال-E4، ولو الاسود اخده يكمل ببيشوب G2 طالب الحصان، وافضل نقلة للاسود هي Knight AC5، وبعد Knight C5 الابيض يلعب B4 طالب الحصان، ولازم الحصان يتراجع، والابيض له المبادرة وموقفه افضل، لكن براجا ما اخدش بالفيل انما اخد بالملك، ودي مش افضل نقلة وحنعرف ليه بعد قليل. على اي حال الاسود كمل بC6 ودي نقلة سيئة، وحاليا طالب الحصان، لكن اضعف البيدق D6 وهو هيكون مفتاح فوز الابيض، لان براجا كمل D takes C5 وانفتح العمود على بيدق D6، وهنا ابتدأت الالعاب النارية. حاليا الابيض بيهدد الوزير والفيل، والاسود كمل Bishop takes C6، لكن السؤال هل يستطيع اخذ هذا البيدق ام انه بيدق مسموم؟ الحقيقة البيدق ده بيدق مسموم، لان لو الابيض اخده Queen takes D6 هيخسر فورا بعد Bishop takes B5 Knight takes B5، لكن بعد Queen takes D6 Knight takes D6 الاسود اصبح عنده تكوينة للفوز. يا ترى ايه هي نقلتها الاولى؟ تكوية الاسود بتتكون من نقلتين، النقلة الاولى هي Knight B3 طالب الرخ وبيصوب على الفيل، والنقلة الوحيدة للابيض هي Rook B1 عشان يحمي الفيل وينقذ الرخ، لكن هنا بتيجي النقلة التانية الحاسمة، هل تستطيع ان تجدها؟ الاسود بيحسم الدور بالنقلة Rook D8 طالب الحصان، ولا يستطيع الابيض حمايته ببيدق C5 لان الاسود هيفوز ببيدق بسهولة والحصان مازال مطلوب، ولذلك الابيض مضطر ان يحرك الحصان جانبا بنقلة مثلا Knight B5، ودلوقتي الاسود عنده ان يفوز بقطعة فورا. يا ترى ايه هي النقلة الفائزة؟ الاسود هيكمل ببساطة Rook D1 بشوكة للملك والفيل، والملك لازم يبتعد، والرخ هياخد الفيل في حماية الحصان، والاسود هيفوز بقطعة وهيفوز بالدور. ولذلك براجا بالطبع منتبه لان البيدق مسموم، وبدلا من اخذ البيدق لعب ببساطة King G1 واضطر ان يضيع نقلة، ولذلك قلنا ان الاخذ بالملك لم تكن افضل نقلة. على اي حال الدور كمل بنايت سي سي
الأسود بيحاول التكسير لكي يتخلص من هذا الموقف السيء، وبراجا لعب بيشوب E3 وبعد نايت 7 E6. براجا في الدور لعب نقلة قوية وهي B4، طالب الحصان والحصان لازم يتراجع، وبعد AB4 AB4 تم فتح العمود A والحصان مطلوب. وإذا الأسود بادل الرخين هتبقى نقلة سيئة، لأن الأبيض هيفوز بعد كوين تيكس A5، وأصبح بيصل بسهولة إلى الملك الأسود والأبيض في طريقه للفوز. ولذلك الأسود ما أخدش الرخ، إنما كمل بنايت A6. ورغم إن الأسود طالب بيدق B4، لكن ظهرت إضعافات موقف الأسود جلية، ودلوقتي بدأ B6 مطلوب، وكذلك بيدق D6. ولكن في الحقيقة براجا ما أخدش أي من هذه البيادق، ولكن حسن موقفه أولا بنقلة قوية. يا ترى إيه هي؟ براجا في الدور لعب النقلة القوية نايت D5، والحصان دخل معسكر الأسود وبيهدد بالأخذ على المربع B6 بشوكة للوزير والرخ، ودي بالطبع أفضل من أخذ البيدق بالفيل بدون تأثير على الموقف. والأسود ليس لديه دفاع كافي أمام كل هذه التهديدات، واكتفى بلعب النايت C7. لكن براجا للمرة التانية ما أخدش البيدق، إنما كمل بنايت تيكس C7، وبكده بيتخلص من أحد المدافعين الشرسين. والأسود ليس لديه غير إن ياخد على المربع A1، الأسود بياخد بالوزير، وبكده أصبح العمود مفتوح أمام الوزير، وممكن يوصل للملك بعد التخلص من الفيل. والأسود كمل نايت تيكس C7، لكن الأبيض أصبح في متناوله بيدق خطير على المربع B6، وبالفعل كمل بيشوب تيكس B6، والأسود مازال بدون أي مصدر للعب المضاد حتى بعد خسارته لبيدق هام للغاية. الحقيقة هذه الطريقة البسيطة والسهلة بتفكرنا فورا بطريقة كابابلانكا في الفوز بدون الدخول في أي تعقيدات، بنجد إنه بيفوز بسهولة. على اي حال الاسود كمل نايت تيكس D5 اي تيكس D5، الفيل مطلوب لكن المشكلة هيروح في اي اتجاه، والاسود اختار ان يوصل للمربع A4. وهنا الابيض وضع احد لمساته الساحرة اللي ما زالت بتفكرنا بادوار بطل العالم كابابلانكا. يا ترى ايه هي؟ الأبيض زي كابابلانكا بالظبط بيلعب النقلات السهلة الممتنعة، وكمل بالنقلة الهادية B5، وبيقطع الطريق بين الوزير والفيل، والفيل أصبح مهدد لكن ليس لديه أي مربع مفيد. على أي حال الأسود كمل ببيشوب C2، وده اللي كان عاوزه الأبيض وهو فتح العمود أمام الوزير، وكمل بسهولة كوين A8 تشيك بيشوب F8. وبالطبع الأبيض في موقف فائز، لكن له نقلة قوية بتسرع بهذا الفوز. يا ترى إيه هي؟ براجا ما زال متقمص شخصية كابابلانكا، ولعب ببساطة بيشوب السري، والنقلة البسيطة دي لها تهديد مدمر بالوصول بالفيل للمربع H6، وطلب الفيل المربوط، والابيض هيفوز على الفور. ودلوقتي لو الاسود ركن للدفاع، فان الابيض هيكتفي بتقديم البيدق الى مربع الترقية ويفوز ايضا ببساطة، ولذلك الاسود عليه ان يجد اي هجوم مضاد، وبالفعل لعب كوين G4، بيهدد بيدق C4، وكذلك بيهدد بكش قوية من المربع D1. لكن براجا كمل بكل هدوء بالنقلة الوقائية H3، طالب الوزير، وفي نفس الوقت بيعمل مربع هروب للملك، وهو بالطبع متأكد بان الاسود ما يقدرش ياخد البيدق، لان بعد كوين تيكس C4 الابيض هينفذ تهديده القديم ببيشوب H6، طالب الفيل المربوط، والابيض في طريقه لاعطاء كش مات، ولذلك الاسود ما اخدش البيدق C4، انما كمل بالامل الاخير كوين D1 تشيك،
وبعد كينج اتش 2 الابيض ما زال بيهدد بالبيشوب اتش 6، وهنا تدخل الملك بكينج اف 7 وبيفك الربط عن الفيل، لكن بالطبع براجة المتقمص شخصية كابابلانكا بيكمل بنقلات بسيطة وسهلة ولكنها في منتهى القوة، ولعب كوين بي 7 تشيك. وبعد الكينج اف 6 براجة لعب كوين سي 8 طالب الفيل وطالب كوين اي 6 تشيك، وكذلك طالب ترقية البيدق، والاسود في موقف في منتهى الصعوبة، لكن على اي حال لابد ان يدافع اولا عن القطعة، ولعب كينج جي 7. وهنا جاءت اللمسة التكتيكية لبراجة، يا ترى ايه هي النقلة اللي حسمت الدور؟ براجة لعب ببساطة النقلة بيشوب اتش 6 تشيك، والاسود ليس لديه غير اخذ الفيل كوين اف 8 تشيك، والملك لازم يخرج للعراء، ولعب كينج جي 5 اتش 4 تشيك كينج اتش 5، وبراجة حقق نورم جراند ماستر بنقلة اخيرة وهي بيشوب اف 3 بشوكة للملك والوزير، والابيض هيفوز. وهنا جولاني قام بمصافحة براجة ومعانقته، ويكون اول واحد يهنيه بفوزه بلقب جراند ماستر، والاهم دخوله التاريخ من اوسع ابوابه كتاني اصغر لاعب يحصل على هذا اللقب المرموق، لقب جراند ماستر. وبعد ما شفنا عجوبة الهند والمهرجة الصغير، هادعوكم بمبدأ المعاملة بالمثل لنرى اصغر جراند ماستر في التاريخ، وهو معجزة الشطرنج الروسية كارياكين الملقب باسم القيصر الصغير، وحنشوف له دور تكتيكي رائع وهو عمره 12 سنة. ارجو انه يحوز اعجابكم، والى ان نلتقي تقبلوا تحياتي. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.